تقول قيادة السلطات المحلية لمديريات الشمايتين والمواسط والمعافر بأن الأمر جد ولا يحتمل المراوغة ولا التساهل من قبل القيادات العسكرية والأمنية ولا من قبل الحاضنة الشعبية ليكون الجميع كتلة واحدة في وجه خلايا الإرهاب الحوثي التي تريد لمناطقهم الفوضى والخراب والدمار على يد أبنائها ضعاف الأنفس ممن باعوا أنفسهم لشيطان إيران. في الحجرية يحاولوا أن يتسلوا إلينا لينالوا من تاريخنا أمرا محال، وأنا أعتقد طبعا بكل دقة تهدينا بعض الأحداث طبعا تهدينا أقدارنا بعض الأحداث لنقف أمامها بمنتهى التجلي واليقظة والاهتمام، وهي أيضا مناسبة ينبغي أن نعود فيها لننتبه ما الذي يجري في مدارسنا وما هي مناهجنا اليوم، أين القصور فيها. أعتقد في الحجرية يستحيل من يؤذن فينا ليقول بأننا نعود لننقلب على الثورة والمشروع الجمهوري، هذا كلام من سابع المستحيلات، ولا زال فينا من الإيمان والمقدرة على الذهاب والتضحية منا ونحن بآخر أعمالنا إلى أصغر طفل فينا من أجل أن تبقى راية الجمهورية والثورة خفاقة على امتداد اليمن كله، أمرا لا نقبل أي نقاش فيه. يعني كبار المشايخ الذين ذهبوا إلى الحوبان ودمار وصنعاء وصعدة استلموا من 100,000 ريال وتم إكرامهم بقليل من اللحم وقليل من القات، يبيع الحجرية كلها ب100,000 ريال وقليل من اللحم والقات، هذا عيب. فلهم كانت أكثر من خطة للتغلغل وتدمير المديريات من الداخل، أولا ابتداء بالشخصيات الاجتماعية وبعض مدراء المدارس، وأول ما وصلوا على طول مواقعهم بدأت أنه تقول القوات الأمن في الشمايتين في الحجرية في تعز، بدأت ضبط كل الذاهبين إلى صعدة، تم تسجيلهم وتصويرهم ونشر التوثيق لأمر واحد، هم مش أغبياء، يعني بحيث أنه يتم اعتقالهم وتبقى أهاليهم وأسرهم تنتفض، وكتاب جاهزين لمساندة هؤلاء الخلايا التي يزرعوا. إنه لابد من عمليات التكاتف، ولابد من أنه السلطات المحلية وأيضا المشايخ والعقال أن يكون سندا للجيش وللسلطات المحلية في إبلاغ أي تحركات مشبوهة لهذه العناصر المتحوثة. السؤال الكبير، لماذا ركز الإنقلابيون على منطقة الحجرية التي ضحت كثيرا من أجل الجمهورية والثورة؟ فيجيب المواطن العادي بأنهم يريدون النيل منها وطمس تاريخها الناصع لعشرات السنين. طبعا الموقف مرفوض بالمطلق، لأن أمن الناس ليس بمسألة للهزل أو اللعب، الآخر يحاول أن يخترق وربما يكون هذا شأنه، لكن أين الدوافع، يعني الضوابط اللي يمكن أن توجد من قبل الشرعية في منع مثل هذه الاختراقات؟ أنا أعتقد أنه كانت هناك معلومات من البداية أنه في نشاط للحوثي وإلى آخره، ربما كان في نوع من الإهمال وهذه الغلطة. أبناء الحجرية كلها أو يعني تعز عامة والحجرية خاصة هي مع الشرعية قلبا وقالبا، ولا نسمح بهذه الخلايا النائمة أن تبث السموم في أوساط المجتمع. نحن ينظر إلى المشكلة، ما هي الأسباب التي أودت بهؤلاء الناس إلى هؤلاء الحوثة والتباحث معهم، نريد نشوف ما هي أسباب المشاكل العامة، يعني نوجد علاج لها. اليقظة العسكرية والأمنية واجب الوقت، ويقظة المواطن كونه العين والأذن ورجل الأمن الأول. فمناطق الحجرية لم تكتوي بنار الحرب، لذا تحرص الميليشيات وعملائها على الزج بها إلى الخراب والدمار والقتل من خلال زرع الخلايا وبث الأفكار الضالة وإدخال أبنائها بثارات وصراعات لا تنتهي.